نورت يا سيد الحاج. ألف حمد لله على السلامة يا أخويا. الله يسلمك. تصدق بإيه يا حاج؟ كل مرة بتسافر فيها توحشنا أكتر من كل مرة. والله وأنت كمان يا وهيجة. أمال أنا أعمل إيه بقى يا بابا؟ أنا مش هخليك تسافر تاني إلا رجلي على رجلك. تعالي يا بنتي يا عكروتة أنت هنا. يلا إزيكم اتنين. أيوه. إيه ده؟ أمال فين الواد أخوكي؟ أنا مش سامع له حس. الواد ده كان وحشنا أوي. مش عارف ليه كان هافف على دماغي طول ما أنا في السفر. اجري يا مروة اطلب أخوكي في المغلق وقولي له يسيب كل حاجة في إيده ويجي بسرعة. إيه ده في المغلق؟ هو بيروح المغلق دلوقتي؟ مش هتصدق يا بابا الصبح وكمان بعد الظهر. يوه قول الله أكبر يا بنت امسكي الخشب هتحسد أخوكي ولا إيه؟ بسم الله ما شاء الله بيروح منه لنفسه كده؟ ما أنا قلت لك يا حاج فتح ابني ما بيجيش إلا بالمسايسة. الله 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 وأنت فيه زي مخك مخ أم فتحي. طب يا ترى بقى جبت ايه لام فتحي اللي عاجبك مخها؟ ام فتحي شو البنت اللئيمه لئيمه الاميه البنت بنتك دي. طبعا هي عايزه تطمن انا جبت لها هي ايه من السفر. ربنا يخليك لينا يا اخويا وتجيب لنا كل حاجه. هو انت بتنسانا ابدا؟ وبعدين يا بنت ما تطلب اخوك انا عايزه ضروري. ما انا بطلبه يا بابا اهو ما حدش بيرد. معقوله دي؟ انت مش بتقولي انه قاعد على طول في المكتب؟ يو وانا هضحك عليك يا حاج انا لسه مكلماه بنفسي عشان اطمن عليه عامل ايه في الشغل. امال ايه اللي حصل بقى راح فين يعني؟ يمكن يا اخويا خد خبر ان انت جيت لقيه زمانه طالع على السلم. هياخد خبر منين بس؟ يمكن حميده قالت له. وحميده هتعرف ازاي يعني؟ هو بورع يقدر يوصل من غير ما يديها خبر؟ ما انت عارف بنتك حميده دي كانت كلته وقرقشت عظمه كمان. والله عندك حق يا حاجه البت دي طالعه قويه امها برضو كانت كده الله يرحمها. عليك برضو يا حاج. على مين يا بهيجة؟ ده لسه ما خلقش. انا مش فاهم بس اخوكي ازاي يجي الشقه من غير ما امره؟ اخوكي كان دايما بيجي الشقه بامري. ايه اللي جابوه مش عارف؟ يمكن كان مزنوق في حته تعمير ولا حاجه. تعميرت ايه؟ تعميره معاسي. لا ان شاء الله. هو انت فاتح البيت عندك غرزه ولا فاتحها غرزه؟ لا يا روحي انا فاتحها عشان اذاكر فيها. تذاكر فيها ولا تجيب فيها نسوان؟ ها نسوان؟ نسوان ايه؟ ايه الكلام اللي مش موزون ده؟ ما انت جيتي الشقه لقيتي فيها حد؟ لا ما لقيتش فيها حد. كان ناقص هاجي واظبطك بايديا الاثنين. لو مش مصدقاني اسال اخوك سالم. يا مصيبتي اقول اسلم اخويا عشان يشك فيا ويذبحني؟ لا يا اخويا عن اذنك عشان هتاخر. استني بس هو انت على طول كده مستعجله؟ لما نخلص كلامنا. ما انت كلامك خلاص ما بقاش بيودي ولا يجيب. انا هروح بقى لست فوزيه عشان اتاخرت عليها. استني بس استني لما اخلص كلامي. كلامك كله حافظاه. عندك جديد؟ طبعا. اقعدي بس كده. ده انا هقول لك احلى كلام. كلام هيبسطك. طب ابسطني يا اخويا. قولي لي يا سمسمه مروه العقاد صاحبتك قوي مش كده؟ ليه؟ مالها؟ عرفت عنها حاجه؟ يا بنتي مالك انت اتخضيتي كده ليه؟ انا بسال. انت اسئلتك تخوف. لا والله انا قصدي شريف. كده بقى. بس لو كده بجد تبقى عرفت تنشن يا حضره الظابط. ويا ترى نشنت على ايه بقى؟ مروه العقاد يا خالتي عجباني قوي. انا حسيت بكده من يوم ما شربتوا كاكاو مع بعض هنا وعشان كده كل ما تيجي عندنا تطلب كاكاو. لا والله يا خالتي ده من قبل كده بشويه. ونعمل اختيار يا ابني. بس انت عارفه الحال. حال ايه يا حبيبي؟ انت ما شاء الله مركزك زي الفل ولسه كمان هتترقى يبقى ما فيش حد زيك في الدنيا. وبعدين معاك يا سي فتحي هتفضل ماسك ايديا كده كتير يا اخويا؟ انا مبسوط كده. بس انا مش مبسوطه. ليه بس يا روحي؟ وجعاني. هي ايه دي اللي وجعاكي؟ ايديا وجعاني. طب تصدقي احسن بقى خليها توجعك زي ما انت وجعاني كده. وحشه كبيره يا حاج الحمد لله على السلامه. لو شافني هنا تاني هقول له بعمل ايه؟